أقول بس الوضع العراقي تغير. ما ممكن أنا دائما أقول للدول وأقول للحكومة العراقية وحتى داخل الإطار الإخوان ما ممكن نستمر بنفس الطريقة السابقة. كما من الخطأ أن نخضع هذه القضايا للموالاة للتبري والتولي. هذه ما بها تولي وتبري. يعني هذا الهدوء اللي نشوفه عدم استهداف القواعد الأمريكية هو عن قناعة ولا باتفاق داخل قوى الإطار والقوى المسلحة اللي منضوية في هذه المظلة؟ صار كلام صريح في هذا الجانب. إحنا نريد نمكن الحكومة حتى تقوم بدورها. الحكومة أن تقوم بدورها أن تغير من وجود هذه القوات على الأرض العراقية. هاي نريدها. شيء الآخر نريد نمكن الحكومة أن يكون لها دور فاعل في قضية نصرة الفلسطينيين، نصرة غزة، أن يكون إيصال مساعدات لهم وأن تساهم في الضغط الدولي لإيقاف القتال والعدوان على غزة. زين، إحنا إذا نضعف حكومتنا ما راح تقدر تقوم بهذا الدور، كل هذا الدور راح يصير ضعيف. إذا نحاول أن نربك الوضع الداخلي العراقي بصراع داخلي عراقي وكل جهة تأخذ القانون بيدها راح تضعف دور الحكومة. أظن بالأخير وصلوا إلى هذه القناعة، يعطون مهلة للحكومة وفرصة للحكومة أن تقوم بدورها في رعاية مصالح العراق وحتى رعاية الفلسطينيين والدفاع عن فلسطين بشكل صحيح. هذا أظن وصلنا إلى قناعة من النوع، بس هذا لا يعني أن الكل منضبطين. بين فترة وأخرى تقوم جهة تجتهد باجتهاد معين، بس إذا كان هناك نوع من التوافق السياسي بين الجماعات عندها أجنحة عسكرية أيضا يصير توافق، أظن بشكل عام الأمور تكون أكثر هدوء. تمام دكتور.